في إطار حماية صحة المستهلك وقمع الغش، لا سيما فيما يخص المواد الغذائية، بدأت الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان، وعلى إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للبنك الوطني بزمورة، مفادها نشاط ورشة سرية متخصصة في صناعة مواد غذائية بطريقة غير شرعية، بعد تأكيد المعلومة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية وبتنسيق مع مصالح غرفة التجارة بزمورة، على الفور تم التنقل إلى عين المكان، حيث تم ضبط 6765 قارورة خل، 1815 قارورة ماء الزهر، 1278 قنينة تحتوي على مادة الفانيليا، آلة تستعمل في غلق قارورات بلاستيكية، سهريجين بلاستيكيين يستعملان في خلط مادة الخل ليتم رفع الجناح التالية: ممارسة نشاط تجاري قار خارج عن موضوع السجل التجاري، عدم احترام إلزامية مطابقة المنتوجات، إلزامية النظافة الصحية. تم اقتياد صاحب الورشة إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.